اهلا بيكم في نفهم نتعلم ببساطه. الدرس بتاعنا النهارده اللي اسمه سياره الاسعاف. تعالوا مع بعض نقرا الدرس. في الصباح خرج امير الى المدرسه ولم يتناول طعام الافطار، وفي الفسحه شعر امير بالجوع. مر بائع متجول امام المدرسه، ذهب امير الى البائع واشترى منه طعاما، وعندما تذوقه وجده لاذعا. عرف امير ان الطعام فاسدا فالقاه في صندوق القمامه. وبعد فتره وجيزه سمع امير صوت سياره الاسعاف. سال امير معلمه عن السبب. قال المعلم: لقد تناول بعض التلاميذ طعاما من البائع المتجول. قال امير: التذوق نعمه من نعم الله. معاني المفردات: البائع المتجول الذي يبيع بضاعته في الشارع. معنى وجيزة يعني قصيرة. لاذعا حامضا أو فاسدا. تعالوا مع بعض نحل الأسئلة اللي معانا على الدرس. أكمل الجمل التالية مما بين القوسين. الجمل هي: نام ومتجول وفاسد وسيارة. مرة بائع نقط أمام المدرسة، نعمة ولا متجول ولا فاسد ولا سيارة؟ تمام، متجول. التذوق نقط من نعم الله، نعمة ولا فاسد ولا سيارة؟ شاطرين، نعمة. سمع أمير صوت نقط الإزعاف، تمام، سيارة الإزعاف. عرف أمير أن الطعام نقط. طعام إيه؟ فاسدا. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. عرف أمير أن الطعام جيد، غلط. ألقى أمير الطعام في صندوق القمامة، صح. تذوق أمير الطعام فوجد طعمه لاذعا، صح. شعر أمير بالجوع لأنه لم يتناول إفطاره، صح. وبكده نكون خلصنا الدرس اللي اسمه سيارة الإسعاف.